بدعوة من جمعيات المودعين أقيم تحرك في وسط بيروت في محاولة للضغط على المسؤولين لإيجاد مخارج لأزمة الودائع. التحرك بدأ من أمام أحد مداخل مجلس النواب وتحرك سريعاً إلى المركز الرئيس لأحد المصارف، حيث وقع إشكال بين المتظاهرين وحرس المصرف. عمد بعده المودعون إلى رشق المصرف بالحجارة والمفرقعة. نحن ما في شيء رح يوقفنا، ما تفتكروا رح يصير مثل ما صار بسنة 91 عفا عن ما مضى، هيدي منا موجودة. بدكن تمشوا عجتتنا، بدكن تمشوا عجتتنا تتقدروا تسكروا القضية. ميل المدعين ما رح يكون سايب، ميل المدعين شقى وجنى الأعمار. يعني شو شقى الأعمار؟ يلي عيش واشتغل 30-40 سنة من شان كبرته جاي ليتبهدلوه بآخرته. وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي شارك في التحرك قال أن الودائع يجب أن تعاد إلى أصحابها. المودع حط جنى عمره بالبنك، وضع ثقته بمدراء البنوك والدولة اللي هي مفروض تحمي الودائع، في تراتبية بالمسؤولية، الدولة، مصرف لبنان والمصارف. المودعين لن يتخلوا عن حقوقهم ولا بأي شكل، هذا حق مقدس. التحرك انتقل بعد ذلك إلى أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أن ينتهي المطاف أمام مصرف آخر، حيث أشعلت الإطارات وأطلقت المفرقعات. ترتفع حدة تحركات المودعين ومعها ترتفع حدة إجراءات المصارف، وحدها الأمال باسترداد الودائع تخفت مع كل يوم يمر. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين.